السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال الإعلاميون الجزائريين بعد تأهل المغرب التاريخي. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم ماذا قالوا. إنجاز تاريخي لأسود الأطلس، أداء رجولي وإيمان خارق بقدرتهم على تفجير المفاجأة، فعلها رجال الركراكي وحققوا أكثر من الهدف المسطر أمام جمهور من ذهب. ألف مبروك لأسود الأطلس، ويتواصل الحلم العربي في العرس العربي. المنتخب المغربي يفعلها ويبلغ ربع نهائي كأس العالم بجدارة بعد مجهود بطولي على مدى 120 دقيقة لعب صمد فيها الأسود أمام الإسبان، وصنع فيها الحارس البارع ياسين بونو الفارق في ركلات الترجيح. ألف مبروك للمغرب وجماهيره الرائعة. ألف تريليون مليون مبروك للمغرب، تأهل إسلامي عربي إفريقي تاريخي. ألف مبروك للشعب المغربي. كانت هذه أبرز المنشورات من الإعلاميين الجزائريين. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.